حل النزاعات والمسائل اللي تحدث بالمجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع قبلي يمتلك ثقافة ووعي، لكن هناك محطات ممكن تسيء للمسائل العشائرية المتعارف عليها بعراقنا الحبيب. كيف يتم مساواة هذه النزاعات وأيضا الصلح بين العشائر؟ والله أغلبية العشائر والقبائل في العراق هي تسعى للخير، أحسنت، وتسعى دائما لإصلاح ذات البين. نعم، قسم يعني نوبات تطلع مثل ما يقول من الخطه اللي احنا نرسمها، لكن قليلين ويرجعون الى الصواب بجهود شيوخ وامراء القبائل الموجودين بالعراق. والحمد لله قبائلنا هي اساس بناء العراق، وهي اساس الاصلاح الموجود بالعراق. اللي يصير الحاله اللي تصير بالعراق ما تصلحها اي شيء الا العشائر، الا القبائل. ابناء العشائر اكو قانون يلتزمون به متفق عليه بين الوجهاء او الناس المسؤوله عن القبيله؟ اكيد، كل قبيله، كل قبيله تضع لها قانون. يوقعون عليه شيوخ العشائر بالعراق مثلا، القبيله اللي ممتده بالعراق يوقعون عليه شيوخ العشائر الموجودين بالعراق. يأكدون على وحدة الصف، عدم الاعتداء على الناس، اصلاح ذات البين، التسامح، اهم شيء التسامح عندنا يصير بكل القضايا. الا الارهاب ما بيتسامح، الارهاب كنا ضده. احسنت، هذا يسيء للجميع. هذا الارهاب كل القبائل متفقه على ان كلها تحارب، وهذا هاي حقيقه قبائل العراق وهي اساس بناء العراق. احسنت، ان شاء الله مستمر. دعم العشائر للموقف الحكومي الان ضد هاي الهجمه الشرسه ضد الشعب العراقي بصوره عامه، كيف هو موقع وموقف شيوخ العشائر ووجهاء القبائل العراقيه؟ موقف العشائر كان مشرف جدا. احسنت، بمسانده القوات الامنيه والحشد الشعبي، وهي اللي ساهمت في هالانتصارات اللي نشوفها الان الملموسه. الملموسه ساهمت باعاده الوحده للعراق. لان العراق على شفا تفكيك حفره. احسنت، لكن بجهود امراء القبائل والعشائر ورؤساء الافخاذ والوجهاء من القبائل الخيره هي اللي عادت اللحمه الى العراق. عادت الوحده الى العراق، وهي اللي خلصت العراق من هذه الحفره. احسنت.